نروح لبعض المتابعات العربية. نشرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية تقريرا يتناول استضافة السفارة القطرية في واشنطن بالتعاون مع صحيفة واشنطن دبلومات الشهرية حفل عشاء أثار جدلا بشأن مشاركة الحكومة القطرية في حدث بيتناول حرية الصحافة في الوقت اللي بتفتقر فيه وسائل إعلامها لأدنى مقومات الحرية. جاء في الدعوة للحفل اللي أقيم في مقر المعهد الأمريكي للسلام ما بين قوسين احتفاء بأهمية حرية وسائل الإعلام ونزاهته وطنيا، بمعنى أمريكيا يعني ودوليا، بحسب ما ذكرت الصحيفة الأمريكية. وتساءلت الصحيفة كيف يشعر الصحفيون بشأن حضور حفل يحتفي بحرية الصحافة تشارك في استضافته دولة تبعد فيها الصحافة كل البعد عن كونها حرة. لمزيد من التفاصيل معانا على التليفون الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية. مساء الخير دكتور وأهلا بحضرتك. مساء الخير أستاذ، مساء الخير حضرتك. أهلا وسهلا. رأيك إيه فيما جاء في الصحيفة من تساؤل عن كيفية شعور الصحفيين بشأن حضورهم لحفل يحتفي بحرية الصحافة بتشارك في استضافته دولة بعيدة كل البعد عن حرية الصحافة فيها، وإزاي بتفسر حالة المبالاة من دولة قطر؟ نعم، لا طبعا بعد التحية، يعني أولا حرية الصحافة في أي دولة من دول العالم مكفولة طبعا بالقوانين ومكفولة حتى بالدساتير، حتى أطلق على الصحافة السلطة الرابعة نتيجة أنها تكون مستقلة وحرة وتكون هي العين المراقبة طبعا لكل ما يحدث داخل أي دولة من دول العالم المتقدم. ده طبعا هو الخط العريض في الموضوع. أنا أعتقد طبعا أن مشاركة بعض الدول طبعا ومنهم قطر أو استضافة حتى قطر لمثل هذه الندوه التي تحدث عن حريه الصحافه، اعتقد طبعا في مغالطه كبيره جدا فيما يتعلق طبعا بالممارسات الفعليه على ارض الواقع. يعني لو تعرضنا لواقع الصحافه القطريه تجد ان طبعا الصحافه القطريه هي صحف رسميه فقط تعبر عن راي الدوله، لكن طبعا وايضا فيما يتعلق بالفضائيات طبعا اشهرها قناه الجزيره، قناه الجزيره طبعا هي قناه تعبر عن راس النظام وتعبر ايضا عن سياسات ربما مناهضه لكل السياسات العربيه ومناهضه ايضا لاي سياسه عربيه لا تخدم المصالح القطريه. اذا اعتقد ان الدوله القطريه بعيده تماما عما يتحدث عنه من حريه، يتحدث عنه من حريه الصحافه او حريه ممارسه الراي العام بكل حريه. انا اتخيل طبعا ان مثل هذه المؤتمرات ربما تعقد لتعديل الصوره او محاوله تحسين الصوره فيما يتعلق بالواقع القطري. طبعا الدليل على ذلك ان هناك بعض الصحف القطريه تصدر من الخارج التي تتحدث عن المعارضه مثل لندن وما الى ذلك. ايضا هناك اصوات قطريه معارضه موجوده في الخارج. اذا الصحافه ليست حره بالمعنى المطلق في دوله قطر. انا اتخيل ان المشكله هنا هي مشكله النظام نفسه الذي لا يسمح لاي صوت اخر غير صوت ربما الذي يعبر عن السلطه الحاكمه بالوجود والتواجد داخل الصحافه القطريه. لكن طبعا عندما نتحدث عن حريه الصحافه اتخيل ان لها معاني اخرى ودلالات اخرى فيما يتعلق بحريه انتقاد ما يحدث داخل الدوله، ربما حريه ايضا انتقاد السياسات، اضافه طبعا الى وجود معارضه، المعارضه هي طبعا العين التي تراقب الاحداث التي ربما تحاول تصحيح الاخطاء. كل هذه الامور هل هي توجد بالفعل في قطر؟ اعتقد ان الاجابه لا. اذا اعتقد ان موضوع الصحافه وحريتها في دوله قطر ربما في مغالطات كثيره في هذا الشكل. طيب دكتور محمد، الصحيفه اشارت الى ان معظم الحضور رفضوا الحديث عن حريه الصحافه في قطر او عن مشاركتها في استضافه مثل هذا الحدث، تفسيرك لده ايه؟ يعني اعتقد طبعا ان الكل يعلم جيدا ان الحال حاليا في قطر ربما هو حال يشبه الى حد كبير التضييق على الصحفيين، ربما حتى محاوله سجن الصحفيين الذين يعبرون عن حريه الصحافه. هناك صحفيين عده ربما تم توجيه احكام ليهم سواء فيما يتعلق بانتقاد السلطه الحاكمه، انتقاد ربما راس الدوله الحاكم في قطر، وبالتالي كان اعتقد ان موضوع الانتقاد الذي وجه الى قطر فيما يتعلق بحريه الصحافه اعتقد انه انتقاد في محله، بمعنى كيف يكون هناك ربما دعوه لندوه عن حريه الصحافه في دوله لا توجد بها حريه الصحافه. صحيح، هذه المشكله، يعني مشكله كبيره جدا. وانا اتخيل طبعا ان المشكله طبعا حتى تواجه الدوله القطريه وهي تعلم جيدا ذلك، يعني انظري على سبيل المثال الى السياسات الاعلاميه لقناه الجزيره حتى تكون الرؤيه واضحه، تجد ان قناه الجزيره هي تعبر عن راي السلطه الحاكمه، حتى لا تعبر ربما عن راي الشعب القطري، هي تعبر فقط عن راي سلطه حاكمه ولا تعبر حتى عن رغبات الشعب القطري. طب يعني اخرون عبروا كمان بصراحه عن خشيتهم من الحديث عن او علانيه عن هذا الامر، الى اي مدى شايف انه ده امر غريب؟ بالتاكيد يعني انا اعتقد ان ربما حتى هناك صمت من بعض القوسين مدفوعه الثمن، بمعنى ان طبعا
عندما نتحدث يتم عقد ندوة من الندوات التي تتحدث عن شيء غير موجود داخل الدولة، أتخيل أنه ربما يكون شيء مدفوع الثمن أو شيء يتم الترويج من خلاله لتحسين صورة أو ربما لتعديل صورة، لكن طبعا الصورة الكل يعلمها، يعني القاضي والدنيا يعلمها، حتى لو نظرنا ساعة في قناة الجزيرة نعلم جدا أن الصورة ربما مخالفة للواقع، يعني إذا نظرتي حضرتك إلى قناة الجزيرة أو شاهدناها لمدة ساعة أو لمدة يوم كامل لا تجد خبر واحد عن قطر. تجد كل الأخبار تتحدث عن الدول العربية، انتقادات للدول العربية، انتقادات للسياسات العربية، يعني أعتقد أن قناة الجزيرة حاليا ربما هو سهم موجه نحو القضايا العربية، نحو الوحدة العربية، أو نحو ما تبقى من أمل الوحدة العربية، وبالتالي أنا أعتقد أن السياسات حاليا، سياسات حرية الصحافة في دولة قطر هي سياسات ربما غير صحيحة، حتى السياسات الإعلامية في قناة الجزيرة سياسات مغلوطة، سياسات تحاول شق الصف العربي، وأعتقد أنها في أكثر من مناسبة ربما تم تأييد ذلك من قبل كل القوى العربية، وأعتقد أن حتى المقاطعة في المقاطعة الرباعية أو الرباعي ضد قطر ربما كان من ضمن ال 57 بند، أعتقد هو إعلان قناة الجزيرة ربما إخلاء مسؤوليتها عن القضايا العربية وأيضا عن التدخل في الشؤون العربية، إذا كان هناك ربما انتقاد حتى للصحافة القطرية وعن تدخلاتها المستمرة في الشأن العربي الذي لا يخدم من المصالح العربية، بالعكس ربما يؤجج الخلافات حتى داخل الدول العربية الواحدة فيما يتعلق به بالفئات السكانيه، فيما يتعلق ايضا بكل الكيانات العربيه، اعتقد طبعا كما اشرت لحضرتك ان السياسات الصحافه القطريه هي سياسات موجهه للاسف ضد شق الصف العربي وليست مع الصف العربي. تمام، اشكرك شكرا جزيلا يا فندم.